اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. إزايكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هعمل النهاردة إن شاء الله أحلى وأروع كيكة. ممكن تعمليها بطريقة سهلة وبسيطة ومكوناتها كلها من البيت، طعمها حلو جدا وريحتها في منتهى الجمال. بس حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة لو لأول مرة بتشوفي قناتي، وتعالي بسم الله ونشوف الكيكة القمر دي هنعملها ازاي. المكونات بسيطة، عبارة عن 4 بيضات، نص كوباية سكر، كيس فانيليا، علبة صغيرة زبادي 150 جرام، نص كوباية زبدة سايحة ممكن تستبدليها بالزيت، كيس بيكنج باودر 16 جرام، كوباية وربع دقيق، رشة ملح، بشر ليمونة، ومعلقتين كبار من عصير الليمون. أول حاجة هسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئويا قبل ما ابتدي في عمل الكيكة. في بولة هضرب 4 بيضات مع نص كوباية سكر وكيس فانيليا بالمضرب الكهربائي لحد لما القوام يعلى معايا. هضيف بعد كده علبة زبادي صغيرة والزبدة السايحة وهضربهم مع بعض. وزي ما قلت لكم ممكن تستبدلوا الزبدة بالزيت. وهضيف الدقيق المنخول وعليه رشة ملح وبيكنج بودر. اهم حاجه تنخلي الدقيق وانت بتعملي اي نوع من انواع الكيكات علشان الكيكه تبقى هشه معاكي. وهقلب بالمضرب اليدوي بالراحه علشان احافظ على الهواء اللي موجود في الكيكه. هقلب بس لحد لما يختفي الدقيق. وفي الاخر هضيف بشر وعصير الليمون. هصب الكيكة في صينية مقاس 22 مدهونة بالمادة الدهنية ومتبطنة بالدقيق، وهخبط الصينية خبطتين وهدخلها فرن ساخن على حرارة 180 درجة مئويا. اخدت مني بالظبط 40 دقيقة. اهم حاجة ما تفتحيش باب الفرن خالص غير لما يعدي 30 دقيقة الاول. ودي شكل الكيكة بعد ما خرجت من الفرن. هسيبها تبرد تماما وبعدين هقلبها في طبق التقديم وهقدمها. هزينها من على الوش بشوية مربى وهرش عليها شرايح من اللوز بالشكل ده. شايفين الكيكة في منتهى الجمال، عالية وهشة وجميلة ما شاء الله. أتمنى تجربوها هتعجبكم جدا بإذن الله. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. واشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.